بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في عام 2040، لم يبقى من العهد القديم إلا قليل من الأشياء التي تذكرنا بالماضي، ولولا وجود هذا القاموس الذي تم تأليفه قبل 16 عام، ولكن العمل عليه هو العمل أخذ حتى يبدأ أو تبدأ فكرة القاموس أخذ لا يقل عن 8 سنين، يعني 24 عام مضى على بداية فكرة القاموس. كثير من الثقافة تبدو غريبة الآن، يعني ما نتذكر منها لولا وجود القاموس. مثلا كان هناك بين الناس وكانوا يسموه ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي، وكان الناس في البيت الواحد في المجلس الواحد كل واحد معه جهاز مشغول فيه يسمى جوال، طبعا بعضكم يستغرب ايش الجوال، لانه يمكن من عام 28 أو قبل 20 عام بدأ خطة لإزاحته، وهذه الخطة تشمل أنه دعا الإنسان يمشي بدون جهاز ويستطيع يكلم الآخر حتى لو كان عن بعد دون وجود أي جهاز، زي ما نحن الآن، يعني ما في داعي مصاريف. كانت في محلات للأجهزة هذه الصغيرة الجوالات، وفي مشكلة الشحن وحاجات غريبة، يعني البطارية تنتهي ويقفل الجوال وما يتصل. طبعا انت تستغرب كلمة جوال، جوال هو تلفون شخصي يعني كده، خط تلفون ولازم يشترك مع الشركة وشحن هذا، كل هذا الآن مو موجود أو يكاد يكون نادر، يعني يمكن عند القرى البعيدة لكن الناس الآن تتحرك. وحتى الشراء انتوا اللي كنتوا، كانوا الناس يروحوا المطاعم، الان انتوا بتروحوا ما شاء الله الاماكن وما في ولا احد يشتغل في مربع كبير وفي ادراج، انت بتاخذ الطلب من الدرج. يعني بتاكل اكل من مصر وانت في امريكا، يعني في مربع كبير وادراج يقول لك هنا اكلات مصريه وهنا اكلات، وفعلا تجيك ملوخيه مثلا اي حاجه، تجي تكلم الدرج تقول له انا عايز ملوخيه، يعطيك المقادير
ويعطيك كل حاجة موجودة وطريقة الطبخ وكذا. بعدين في ناس في نفس الحديقة تودي له الأشياء يسوي لك الصحن. طبعا حتقول لي انت اللحم وهذا كله لحم. لحم ناشف يعني ما يعف. قراطيس فيها لحم ناشف مثلا للنفر الواحد وزن ربع تمن لحم ناشف، عايزه ضاني عايزه بقري. في ناس موجودين بسطات يعني كده ناس، او انت جايب الكانون معاك وبسرعة في معاك موية ولا في موية وكذا تحط الملوخية والطريقة يعني تعرف تطبخ انت خلاص. يعني تقريبا في 5 دقائق استوى كل شيء. يعني اللحم ما يصير ياخذ نص ساعة او ساعتين ناشف. طبعا يصير طري لما ينحط في المية. في الحديقة الاستحمام كمان تدخل تتحمم، يعني انت في الحديقة تدخل الاستحمام زي حقة اطفاء الحريق هذه بخاخات. طبعا في احنا نعرف انه لو قلنا كم واحد يعني موية قديش كانوا يصرفوا منها ما نصدق. يعني كان ممكن أسرة بس اثنين وهذا يصرفوا في اليوم أكثر من 2000 لتر بين طبخة ومستحمام، يعني شيء عجيب. الآن أنت الشخص يعني ما يصرف 20 لتر، هذا اللي يعتبر مسرف يعني. بين دخول الحمام وبين استحمامه وكله حصة له 20 لتر مجانا. لو يبغى 20 لتر ثاني يدفع ممكن $5. في ذاك الوقت كان يعني سعر المويه بلاش. وكانوا يصنعوا مويه يحطوها في القوارير بلاستيك. تعرف البلاستيك؟ طبعا ما تعرف. كان عندهم فلوس يسموها ذهب اسود بس مش اصفر. سمعتوا فيه؟ طيب سمعتوا بكلمة بترول؟ سمعتوا بكلمة بنزين؟ إذا القاموس هذا بيدينا كلمات يمكن اندثرت ويمكن ما تعود. يعني اللي ما يعرف بنزين ما حيشوف البنزين. قلنا يمكن في القرى وكذا يمكن له أو في الصحاري أو كذا. أنتم ما تحتاجوا بنزين. كان كمان الشيء الغريب ان الشارع تشوفه مزدحم سيارات. طبعا نحن نوريكم القاموس هذا اول صفحاته هنا نزور. طبعا هنا مكتوب قاموس سعادتي كانوا الناس تعساء مع انه كل شيء في يدهم، والفقير نفسه عنده تكلفة. يعني حتى أولادهم لما يدرسوهم تخيل التعليم مجاني، فكثير منهم الفقراء يتدين ولا كذا يدخل أولاده مدارس خاصة.
تعرفوا ليش؟ لأن المدرسين في المدارس العامة رواتبهم قليلة. فقال لك أنا أسقط الولد يعني أخليه يسقط ويجيب علامات سيئة وما يدخل كمان تخصص وما أدري. كل هذا الكلام أنتم ما تعرفوا إيش تخصص. أنتم الآن بتدرسوا زيهم 12 سنة تنفع تشتغل أي تخصص، تنفع تكون مهندس يعني في مصانع بس 12 سنة وتروح العمل. بتاخذوا انتم مواد اسمها سمارت 5، هم كانوا بياخذوا 16 مادة. بتدرسوا انتم في اليوم اكثر واحد يدرس 4 ساعات، هم كانوا يدرسوا 6 7 ساعات. انتم بتروحوا يومين في الاسبوع 4 ساعات والباقي مرتاحين يعني بتتعاملوا مع الناس مع بعضكم. وانتوا الان بس بالكلام تحصل كل شيء. كانوا في ناس يبرمجوا كمبيوتر وبرامج وشغله وتعب. طبعا حصل حاجه سموها الذكاء الاصطناعي برضو ما سمعتوا له. الذكاء الاصطناعي جاء خلى زي ما تقول ايش، هو بدا منه. بدا في 2024 خلى زي ما تقول ايش؟ ما في داعي لتسوي برامج ولا شيء. وبدأت بالأصوات هذه يسموها أليكسا وما أليكسا. تكلمها تطفي اللمبات يعني حاجات عجيبة يعني. يعني الواحد صار كسلان حتى التلفزيون يروح يختار قناة ولا كذا. أنت دحين التلفزيون تقول له اشتغل اشتغل. وكانت يبيعوا شاشات. انت الان ما تبي ما تشتري شيء، تبي تشوف اي حاجه قدامك في الهواء. في زمن القاموس لما الحكايه دي اللي بنسمعها صارت، التسجيل هذا في زمن القاموس. طبعا نحن تعلمنا وسمعنا وبنروي لكم، يمكن بنشغل لكم التسجيل القديم ده. فكان صاحب القاموس يقول لهم الأشياء بتتغير، يعني ما عاد تحتاج، ما في شيء اسمه إنترنت، ما في شيء إنك بصباعك تجلس تشتغل، يعني تجلس المجلس عادي تتكلم الأولاد الأهل مع يجلسوا مع بعض يتكلموا طبيعي، يعني ما يحتاجوا هذه الأشياء. يعني حتى لما يكون في عندهم ضيوف وهذا ممكن الأكل يصير في نص ساعة طبخ، حتى المحاشي هذا، لأن اللحمة زي ما قلنا هتصير لحمة ناشفة. كانوا يأكلوا الفراخ كثير الدجاج، انتوا تأكلوه دحين لا، تاكل الان السمك، سمك ناشف، والفراخ ما تاكله، تاكل البيض انا عارف. فوقت ما كان القاموس يعني للاعداد وتحت المشان انه كان يطلع، طبعا بين يدنا الان 50 مجلد اللي هو زي قاموس الجيب. طبعا انتم بتستفيدوا كثير من القاموس، فكيف تكون القاموس هكذا؟ لو لاحظ دات كوم هي اللي بقيت، يعني انتم معروف دات كوم، يعني كل انسان عنده 2 دات كوم منهم اللي هو الايميل، ما بقي الا الايميل.
وصار الإيميل موجود فيه عنوانك وبيتك وكل معلوماتك، فصيلة دمك وكل حاجة. وصار الإيميل أنت تقول مثلا كان الإيميل حقك مثلا أول إيميل، يعني أنت كاك اسمك الأول، بعدين في إكس، بعدين في كاكا، هذا اسم اللي هو هنا بالعربي وهنا بالإنجليزي نفس الكلام. فتقول كاكا دوت كوم، أو عشان بدل كاك دات تقول كاك إكس، كاك إكس دوت كوم. طبعا الكا لما جاء بعد إكس ممكن تصير حرف، يعني أنت عندك مجال اللي بعده إكس يصير حرف. أنت مش عاجبك كا إكس تبى تحط حرف خاء، تقول كاخ وكاخ، تبى تحط حاء تبى تحط عين كع. بن كعكة، انت حرف الاكس اللي قبله تشيلها وتبدلها بحرف. ليش؟ لانه القاموس مثلا انشا اول مره 20,000 40,000 او 20,000، بعد كده انت تقدر يعني تغير اشياء خاصه للاكس. يعني مثلا انتهت الإيميل. طبعا الإيميلات هذه نفس الشيء، يعني كانت القاموس يعني كان يبيع أو الصفحة فيها كلام وكذا، القاموس كان كل القاموس يبيعه يعني المجلد الواحد وعنده 50 مجلد ب$8. الآن بكم؟ ب$88. يعني كلها تقريبا الآن ب$88. ليه؟ لأنه محجوز خلاص، الصفحة دي ولا الإيميل ده محجوز انتهى. دائما الأشياء لما تنتهي، يعني تبى تشتري من واحد يقول لك ما أبيعك ولا ب$800. من فلي بديلة، وبعدين كل معلومات ما في شيء اسمه ترانسفير وما ترانسفير، فصعب. يعني لما يموت هو يصير الإيميل متاح، يموت الواحد فالإيميل ما حد يتركه. إذا اشترى ب$4 اشترى، فكل واحد كان يشتري المجلد يعطوا له إيميلين اللي ايش يخلوه عندهم في المركز، مركز القاموس. طبعا الان مركز القاموس موجود، والان موجود في المعادي، يعني اقدم مركز قاموس موجود. نحن عارفين انه بعد القاموس هذا، بعد ما نزل هذا، بدات احياء تسوي قواميس ومجموعات، يعني على نفس هذا، لانه إصدار الإيميلات الآن أعتقد كمان 4 سنين حيصير متاح، بعد كده ما هو متاح، حيضطروا يشيلوا إيميل من واحد ويعطوه لواحد، وحتصير بفلوس. يعني الآن قربت تصير بفلوس الإيميل. طبعا في ناس كثير يعني أعداد ضخمة ما عندهم إيميل، يدخل في الميديا دي واليوتيوب
طبعا اليوتيوب سمعتوه، كثير منكم ما سمعوا، ما في يوتيوب. الآن اللي بده يتصل وبده يحط حاجات وكذا، في شركات تتصل بها بالتلفون، تكلم وتقول له اعمل لي كذا اعمل لي كذا. اليوتيوب هذا كانوا في ناس يحطوا فيه 8000 يوتيوب وموجود. ففي الأخير ايش سوى؟ راح. طبعا الناس ما بدهم يحطوا في هارد ديسك وما ادري ايش، الهارد ديسك موجود الى الان، والاس دي موجود والاشياء دي. الان نقدر اي افلام اي شيء نرسلها بالبريد العادي. يعني انت انتجت فيلم، حتى افلام السينما، خلاص السينما كانت قديمه، الان انت مجتمع وهذا تاخذ الاس دي وعندك جهاز كده بروجيكتور بدون شاشه في الهواء. يعني انتم مجتمعين ان شاء الله 80 نفر في عماره في السطح كذا، جهاز بروجيكتور كده يطلع لك الشاشه في الهواء، حتى يطلع الممثلين كانهم موجودين يمشوا كده حقيقي. يعني في مساحه كده مترين يتحركوا فيها، الضوء حقهم طالع من تحت، يعني زي المفرشة كده 2 متر في متر ونص، تفرشها كلها فيها أنوار وبتطلع الممثلين كأنها على خشبة المسرح فيلم يعني هو مصورين. والصوت طبعا غير، يعني هم جالسين كده بيتكلموا ويحرك فمه ويتكلم، والصوت موجود معاه معاير. طبعا هذه الفنون موجودة الآن وبدأت، يعني بدأوا يسجلوا الصوت في المسلسلات التلفزيونية، والتلفزيون هذا ما عاد فيه الشاشات والأشياء. طيب كيف أنت في البيت وهذا ممكن تستأجرها صح؟ أو تشتري الجهاز، حيصير زي أول يعني. يعني في الخمسينات من القرن الماضي كان الحي الكامل ما في إلا تلفزيون واحد، يجوا الجيران يتفرجوا عليه. وهذا حصل يعني مع السلم، مؤلف القاموس بيقول نفس الكلام. طبعا في حصلت أشياء، يعني كأنه مؤلف القاموس مخضرم، يعني عاش في الخمسينات وعاش في عشرينات القرن، فكان يعني أشياء كثيرة يقولها لأولاده. يقول لهم مثلا كان التلفزيون ما كان في قنوات ولا محطات، واحدة محطة، وكان أبيض وأسود، وما كان في جوالات، وحتى تلفون البيت ما في أوتوماتيك فيه بتتصل بالسنترال والسنترال يوصلك. استغرب، يقول لك أنت عايش أيام الصحابة. الراديو كان ضخم، الراديو نفسه كان ضخم. الآن أنتوا تستغرب إنه كان في شاشات تنباع وزحمة عليها، يعني أنتوا حتضحكوا لو نوريكم أفلام من قديم، وفي أفلام كثير، حتقولوا هذول كيف كانوا عايشين؟ إيش الشيء اللي يخليهم يروحوا كذا زحمة والشاشات يجيبوا؟ يعني انت تفكروا لو كده انا ما ولا حشتري شاشة وكهرباء واجلس واتسمر، لا. وبعدين خلاص بطلوا، صاروا الان كل واحد في جهاز صغير في يده كده يتفرج ويتكلم، وصاروا يعني زي كده مفصولين حتى عن نفسه. يعني مرة يعني في العيادات في افلام وكذا، في العيادة كل واحد كل حرمة كل راجل ماسك جوال، في الأماكن العامة في الأسواق، حتى لما يروح السينما يمسك الجو. يلا أنا ما أطول عليكم، بس يعني لازم نقول لكم عن الماضي، والكلام هذا قبل 20 سنة يعني. بدأ الغياب. طبعا أنت نحن نتكلم مع الشباب،
يعني اللي ولدته بعد ال أو في الثلاثينات يعني.